السلام عليكم dear my students. دلوقتي هنراجع يونت 10 و11 and 12 اللي هو بيتكلم عن الريبورتد سبيتش اللي هو الكلام المباشر والكلام غير المباشر. الكلام المباشر والغير المباشر بينقسم لثلاث انواع. عندك statements اللي هي الجمله الخبريه بتدينا معلومات، وعندك questions الاسئله، والاسئله بتنقسم لنوعين زي ما هنقول دلوقتي، وعندك الامبيراتيف اللي هي الجمله الامريه بتديني صيغه الامر. قلنا في الكلام المباشر بيتميز بوجود كوتيشنز، بتبقى الجمله موجوده بين بين اقواس، الكلام ده شخص قايله لشخص قدامه، فاحنا عايزين نحوله من كلام مباشر لغير مباشر، وازاي بيتعامل معاه في الجمل في الامتحان. اول حاجه بنحذف الاقواس مع الجمله الخبريه وبنربط بكلمه ذات، الكلام ده موجود في بيج 4 في الملزمه. بنربط بكلمه ذات، نحول الضمائر حسب المتكلم، يعني اي انا بقول انا، فلو هو يبقى هي او شي حسب المتكلم. عندك اهم حاجه لو عندي كلمة سيد والكلام المباشر خارج الأقواس ماضي سيد، تنزل سيد، سيد تو تحول لكلمة تولد، طبعا تولد بتتبع بالأوبجكت المفعول، أنا بربط بكلمة ذات ويجوز حذفها. أهم حاجة في الحوار كله تحويل الأزمنة، والتنسز بتحول نفس الزمن لنفس النوع منه ماضي. بريزنت سيمبل المضارع البسيط باست سيمبل، بريزنت كونتينوس باست كونتينوس، بريزنت بيرفكت باست بيرفكت. جاب لي الباست سيمبل يبقى باست بيرفكت، الماضي البسيط يحول لماضي تام، وقد ينزل ماضي بسيط زي ما هو، ولكن الافضل ان هو يحول. اهم حاجه في هذا الدرس ان انت تبقى عارف ان في تحويل لكلمات بقى، ان ذيث تبقى ذات، زيس زوس، ناو تبقى زين، يسترداي ذا داي بيفور او ذا بريفيوس داي، تومورو ذا فولوينج داي او ذا نيكست داي، وده موجود في الجدول عندك اهوت، عايزك تضغط عليه. اما اجي احول كلام مباشر لغير مباشر والجمله في الماضي زي ما قلت لك سيت تحول تنزل سيت، سيت تو تحول لتولد، وبنربط بكلمه ذات ونحول الاقواس. في احيانا جمل بياتي فيها الزمن بره ماضي تنزل ماضي، وبحول الازمنه حسب المتكلم زي ما قلت. برضو نادر سيد اي ام تايرد توداي، نادر سيد ذات هي ووز تايرد توداي، تبقى ذات داي. في بعض الكلمات ممكن تستخدم بدل سيد وسيت تو، وجود ادميت يعترف، وديناي ينكر، وابلوجايز يعترف، وأوبجكت تو يعترض على، وانسيستد اون، وسجست، وكونجراتيوليت اون يهني على، وده بيطبع بالفيرب بلس اي ان جي. هي سيد ليتس واتش ذا نيوز اون تي في، يبقى هي سجستد واتشنج. تمام؟ في افعال ثانيه ممكن تستخدم وهتطبع بعدها تو بلس انفينيتيف زي بروميست، يعني مش دايما سيد تنزل سيد تبقى سيد، ممكن سيد تو تبقى تولد ماشي اخبر، ممكن تكون بروميست وعد، اوفرد عرض، agreed وافق، threatened هدد، refused رفض، reminded يذكرني يعني، decided قرر، encouraged شجع، invited عزم او دعا، وبعدها to plus infinitive. He said I will lend you the money you need. He promised to lend me وعدني. وممكن اقول he promised that he would lend me the money I needed. He said to me you ought to. Ought to اقتصار to give advice. يجب ان. You ought to do your job well. يبقى he advised me نصحني او advise او to do my job well ان انا ادي اداء جيد. اهم حاجه في الحوار ده لما اجي اختار، في بعضكم بيقول لي مش عارف اختار بناء على ايه، بتختار بناء على الكلمه. نادر said that he was writing ولا had written the exercise then، يبقى was writing عشان now حولت لزين، يبقى لازم تبقى عارف تحويل الازمان. نادر said that he visited ولا had visited ولا was visiting the museum the day before، يبقى had visited ماضي تام لان معاها هنا the day before. الباست تحول باست سمبل تحول لباست بيرفكت. لازم تبقى عينك على الكلمه اللي بناء عليها تختار الاختيار الموجود. الجمله الخبريه لو الكلام خارج الاقواس بريزنت بقى مضارع say تنزل say، طب لو says تنزل says، طب لو say to تبقى till، لو says to تبقى tills. فينا حالات بيمتنع فيها تحويل الازمنه، المضارع ينزل مضارع ما تحولش الازمنه، والماضي ينزل ماضي ما تحولش الكلمات، تحول الضمائر فقط زي ما قلنا لو تفتكر. هنا في الحاله الاولى لو الزمن خارج الاقواس بريزنت ينزل الحوار ده. لو الكلام داخل اقواس حقائق علميه حتى لو الزمن بره ماضي، ذا تيتشر سيد ذا ايرث از راوند، ذا تيتشر سيد ذات ذا ايرث از راوند، اوعى تقول لي از تووز، لا ما يتحولش الازمنه. لا يحول الازمنه والزمن خارج الاقواس مضارع او الكلام داخل اقواس حقائق علميه. والحته المهمه جدا لما اجي اقول نادر سيد جاست ناو ا شورت تايم اجو، حط خط تحت الكلمات دي، الكلمات دي بتوقفك عن التحويل نهائيا. يبقى تحول ازمنه، تحول كلمات، تحول الضمائر حسب المتكلم لو الزمن خارج الاقواس ماضي. سيد 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 تو تبقى تولد، اربط بذات يجوز حذفها واشتغل بقى على جميع الازمنه. لكن لما تمتنع تحويل الازمنه اذا كان الزمن خارج الاقواس مضارع، اذا كان الكلام داخل اقواس حقائق علميه، اذا كان الكلام لسه متقدم شويه وفي كلمه تؤكد ان الكلام لسه متقدم، نادر سيد جاست ناو
شورت تايم اجو. ده بالنسبه للجمله الخبريه. ولاحظ الفرق بين سيت وسيت تو وتول. سيت لا تتبع بمفعول، نادر سيت وتلاقيها في الكلام بشر غير مباشر وشغال، ما فيش اوبجكت ما فيش مفعول. نادر سيت تو مي وهتجد الكوتيشنز، يبقى ده كلام مباشر. سيت تو هيز وايف. نادر تولد مي، تولد هيز وايف، تولد هيز فريندز، يبقى ده كلام غير مباشر وتولد تتبع بمفعول ومع كلمه ذات او يجوز حذفها. بالنسبه بقى للاسئله بتنقسم لنوعين، سؤال بادئ بهيلبنج فيرب بفعل مساعد، وسؤال بادئ باداه استفهام. السؤال البادئ بفعل مساعد اللي هو زي كان وكود ويل وود مايت دو داز ديد، هنا انت بتستخدم كلمه اف او وذر كاداه ربط، تمام؟ والسؤال البادئ باداه استفهام بتستخدم نفس اداه الاستفهام كاداه ربط. What تبقى تنزل what، who which which، where when how old how often، دي ادوات استفهام تنزل زي ما هي. بس سيد وسيد تو هنا لو الزمن خارج الاقواس الماضي مش هتحاول تولد بقى، انت بتقول asked سأل، wanted to know wondered inquired تساءل، wanted to know inquired. وسيد وسيد تو asked، asked تتبع بأوبجكت، هي الوحيدة اللي بتتبع بأوبجكت. نادر asked me if I could help him، وإف وذر الاثنين سيان، ويفضل استخدام وذر لو في كلمة or not. Can you give me the money؟ نادر asked me if I could give him the money، a wizard could give him the money. Can you lend me the money or not؟ يبقى في or هنا، يبقى wither أفضل. نادر asked me whether I could lend him the money or not، يبقى if يا wither الاثنين سيان. بالنسبة لأداة استفهام، where are you going now؟ نادر asked me where I was going then. ولاحظ بعد أداة الاستفهام هتبدأ بالفاعل زي if أو whether. نادر asked me if I، مش if اجيب فعل، if I could، if I had، if he had، if he was، دي بتيجي في الاختبارات. نادر asked me if I was، if I had، if I would، مش would I، بس مش صيغة استفهام، تمام؟ عندك في بيج 5 في الملزمة أهو. She said do you speak French؟ She asked if I spoke French. He said, have you ever been abroad? He wondered if I had ever been abroad. لو هتستخدم نفس أداة الاستفهام كأداة ربط تنزلها زي ما هي. How much do you earn? He wonders how much I earn. How much do you earn? He wondered. تساءل. How much I earned. ما قالش إيه؟ How much earned I? I earned. يبقى أنا بجيب الفاعل بعد أداة الربط اللي هي كانت في الأساس أداة الاستفهام. في حتة مهمة في بيج 6 موجودة عندك فوق إيه؟ He said, what's your address? عنوانك إيه؟ هقول he asked my address was، what my address was، ما كان عنوان. What's your favorite food؟ he asked what my favorite food was. لكن في حتة تحويل لو أنا بدأت بـ can you tell me، دي ممكن أجيبها لك. can you tell me ما أقولش what is your address، can you tell me what your address is. what do you think of my idea he said to me. he asked me what I thought، لاحظ حذفت do does وحولت think of thought. can you tell me what you think of my idea، وبرضه موجود علامة الاستفهام. ده بالنسبة للسؤال. يبقى السؤال بقى عندك بأداة استفهام وأداة ربط. أداة الاستفهام بتحول لأداة ربط لو عندك سؤال بادئ بهيلبنج فيرب، أداة الاستفهام بتبقى أداة ربط بتبقى إيه فوذر. عندك صيغة الإمبيراتيف اللي هي صيغة الأمر بقى. close the window نادر سيد. don't raise your voice ما تعليش صوتك. الأمر المثبت بادئ بفعل في المصدر، والأمر المنفي بادئ بdon't، تمام؟ هنا أداة الربط بتبقى تو، يا إما نوت تو، وتو بعدها الإنفينيتيف ونوت تو برضه بعدها الانفينيتيف. وهنا بقى بيختلف لان الكلمات بيبقى كتير. said to تحول ل told و asked و demanded و advised و encouraged و begged توسل، warned حذر، commanded طلب وامر، allowed ارشد يحث، requested threatened و instructed ارشد او قال الكلام او امر instructed. هنا بجيب اداه الاستفهام، بجيب اداه الربط بتبقى تو و نوت تو حسب الجمله. he said to me read the instructions before you operate the machine. He told me to read. Don't raise your voice. يبقى not to raise my voice. تمام؟ حتة مهمة جدا ودي بقى أنا مهمة جدا وهضغط عليها وأشرحها الصبور. كلمة suggest وكم إيه وrecommended لهم صيغة في الجملة الأمرية. الفعل suggest اللي هو يقترح، والفعل recommend اللي هو يوصي به. دول لهم حالتين، وفي حالة كنت قايلها على الصبورة تالتة كمان. دول اهم حاجه بعدك، واخد ان سجست بعدها فيرب بلس ان جي على طول، لا مش شرط، دي اول حاجه. نادر سجستد جوينج تو ذا سينما. نادر سجستد هافينج ا ريست، يبقى اول حاجه ان الفعل سجست ومعاه ريكومند برضه. سجست يقترح.
بعد there في بلس ان جي وارض وانت بتذاكر تقدر على الحته دي لانها موضع امتحان. يبقى هي suggested going to the cinema. He suggested going to the doctor. اهو he suggested going. دي الحاله الاولى suggest او recommend. وممكن برضه اقول he recommended going to the cinema. He suggested visiting نادر. اقترح زياره نادر. يبقى اول حاجه الفعل suggest مع معناها stress دي اهميتها بعدها verb plus ing. الحاله الثانيه برضه recommend يوصي به هنا برضه. الحاله الثانيه ان هي يجي بعديها that. He suggested اقترح ذات وبعد ذات انا باكد على دي فاعل وبعديها مصدر حتى لو الفاعل مفرد هي وشي ويل مفيش السات هنا يبقى نادر suggested نادر suggested اقترح ذات عمر عمر ده مفرد على فكره ما قلتش جوز لا go to the doctor كذلك ممكن اقول نادر recommended that suggested that عمر go هنا فعل نادر عمر وي زي هي الفعل في الانفينيتيف في المصدر حتى لو الفعل مفرد غائب ودي مهمه جدا وبرضه تحت اللي بقول لكم دي مهمه وموضع امتحان تمام في حاجه ثالثه ما كانت قلتها لكم برضه على السبوره ومش هتوقف في الملزمه ممكن اجيب شد زائد فاعل وشد زائد المصدر he suggested that فاعل وبعد الفاعل شد وبعديها المصدر يعني ممكن اقول نادر suggested that عمر should go to the doctor ودي مهمه جدا يبقى suggest و recommend من الافعال المهمه جدا وبقول لكم موضع امتحان نادر suggested that his wife buy leave eat drink infinitive مصدر وبضع الحته دي لاهميتها. Do exercise to again. ليلى suggested doing exercise to again او that I do. اوعى تقولي that I اي حاجه ثانيه غير المصدر that I do that I visit that he visit that she visit حتى لو الفاعل مفرد غائب مفيش اس عندك. You should revise quietly. My friend recommended اوصى revising well او that I revise well او quietly. دلوقتي كده احنا خلصنا الكلام مباشر غير مباشر. اهم ما باكد لكم عليه فيه الزمن خارج الاقواس مضارع ولا ماضي. هتستخدم commanded ولا told ولا requested حسب المعنى. Don't smoke نادر سيد ممكن اقول نادر advised me not to smoke. Commanded me امرني to كذا. Instructed to infinitive حسب صيغه المعنى وعندك كلمه قلنا asked لو تفتكر نادر asked me to open the door. ممكن اقول asked انا مش سال انا طلب مني بس بادب. الصيغه دي كلها مهمه وبضغط على suggest. Suggest مش ما ing دايما بس لا ing ذات وفاعل وبعدها مصدر دي موضع امتحان واكد عليها وممكن اقول ذات وبعدها فاعل وبعدها should وبعدها الانفينيتيف. اتمنى لكم تكونوا فهمتوا الكلام مباشر غير مباشر وارجع للملزمه واي اسئله ابعتوها لي. سلام.